جلس الحكيم العجوز يقلب أوراقه القديمة والتي سجل فيها أفكاره وخواطره، ثم توقف عند ورقة منها كتب يوماً في أعلاها هذه الكلمات: ليس بكثير أن تتخذ لك في كل يوم صديقاً، وإنما الكثير أن تجعل لك في كل عام عدواً. إذا كنت في نعمة فاحذر الحاسد والطامع والمتلف، أما الحاسد فاستعذ بالله من شره، لأن خبثه دفين وإرضاءه عسير. وأما الطامع فأطعمه بعطائك ولا تبخل، فعطاؤك هو لنفسك إحسان ولنفسه عاصم. وأما المتلف إذا بين أهوى وإذا زين أغوى. والحكاية بطلها ليس مغمورا في الخاملين، ولا ضيفا في العاجزين، ولا متجبرا في القادرين، ولكنه سلطان ملك اسمه نور الدين، جدير بأن يضرب به المثل في نور الملك وسلطان الدين، إن اجتمعا ليصبحا رحمة للعالمين. وفي هذه الحكاية أو هذا الموقف دليل على قيمة الرجل، وبرهان على عظم العقيدة التي صنعته على هذا النحو، ودفعته راضيا إلى هذا السلوك. كان الملك العادل نور الدين محمود سلطانا على الشام ومصر واليمن، وكان من وزرائه صلاح الدين يوسف الأيوبي، الملك الناصر بطل حطين، وفاتح بيت المقدس ومسترده من أيدي الصليبيين، ومؤسس الدولة الأيوبية بعد وفاة السلطان نور الدين. وتقول الحكاية أن السلطان نور الدين قد خرج يوماً للاستجمام والراحة، وبينما كان يمارس هوايته المفضلة في الفروسية ولعب الكرة، إذ رأى رجلين يتحدثان على مقربة، وأحدهما يشير إليه، فأرسل حاجبه يستفسر عنهما وعما يريدان. فلما رجع إليه أخبره أن أحد الرجلين رسول من عند القاضي، يصحبه هذا الرجل الذي يدعي أن له مالاً وأرضاً عند السلطان، وأن السلطان يرفض أن يعطيه حقه من الأرض والمال. فما إن سمع نور الدين بما أخبره به الحاجب حتى نزل عن فرسه وترك ميدان الفروسية واللعب، وسار ماشياً بصحبة الرجلين إلى القاضي. فلما أقبل نور الدين وخصمه إلى القاضي وقف بين يديه، ونظر القاضي في القضية، ولم يستطع خصم السلطان أن يثبت بدليل حقه أو يقيم البينة على ادعائه، بل وضح للقاضي ولشهود القضية أن الحق للسلطان، فحكم القاضي بذلك. وهنا قال السلطان نور الدين وهو ما زال واقفا بين يدي القاضي: لقد جئت مع هذا الرجل حتى لا يتخلف أحد عن الحضور إلى حكم الشرع إذا دعي إليه، فإنما نحن معاشر الحكام أكبرنا وأصغرنا تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشرعه الكريم، وأنا أعلم أنه لا حق للرجل عندي، ومع ذلك أشهدكم أني قد ملكته ذلك الذي ادعى به ووهبته له. إن الذي وقف هذا الموقف وقال هذا الكلام وروى المؤرخون الثقات عنه تلك الحكاية لم يكن ملكاً أو سلطاناً مثل كثيرين سبقوه على امتداد الدولة الأموية أو العباسية، وإنما كان كما وصفوه مهيباً وقوراً شديد الهيبة في قلوب الأمراء، لا يتجاسر أحد أن يجلس بين يديه إلا بإذنه، سوى الأمير نجم الدين أيوب والد صلاح الدين. وكان السلطان نور الدين مكرماً للعلماء والفقهاء، محباً للصالحين، وإذا دخل عليه أحد من الفقهاء أو الفقراء قام له ومشى معه خطوات وأجلسه بجواره في وقار وسكون، فإذا أعطى بسخاء لذوي الحاجات وسئل عن ذلك قال: هؤلاء جند الله، وبدعائهم ننتصر على الأعداء، ولهم في بيت المال حق أضعاف ما أعطيهم، فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا.
وأكثر السلطان نور الدين من بناء المدارس والمساجد والزوايا والطرق والمستشفيات، وكان كثير الغزوات مجاهداً بنفسه في قيادة الجيوش ضد عدوان الفرنج، وحقق انتصارات باهرة، وأسر في بعض غزواته أحد ملوك الفرنج، فاستشار الأمراء هل يقتله أم يأخذ منه الفدية، فاختلف الأمراء في الرأي، فاستحسن هو أن يأخذ منه الفداء، ثم أطلقه، فمات ذلك الملك ببلده بعد أيام قلائل، فتعجب من ذلك نور الدين وأمراؤه، وأمر أن يبنى بأموال فداء الملك مارستاناً في دمشق، ليس له نظير في البلاد، وشرط له أنه مخصص للفقراء والمساكين، ولكن إذا عز علاج أو دواء إلا فيه، فلا يمنع منه الأغنياء. ورفع نور الدين الضرائب عن البلاد، يوم أن جاءه أمير من المقربين إليه، وقال له: لقد رأيت في منامي كأني أغسل ثياب الملك نور الدين، فأمره أن يكتب برفع الضرائب عن الناس، بعد أن عمرت خزائن بيت المال، وقال له: هذا تأويل رؤياك. وكان نور الدين شجاعاً جريئاً صبوراً في المعارك، يضرب به المثل في الحرب، تعرض للشهادة في المعارك كثيراً، وكان يحزنه ذلك فيقول: لو كان في خير ولي عند الله قيمة لرزقني الشهادة، والأعمال بالنيات. وأراد أحد الفقهاء يوماً أن ينصحه ويطريه، فقال له: بالله يا مولانا السلطان، لا تخاطر بنفسك، فإنك لو قتلت قتل جميع من معك، وأخذت البلاد، وفسد حال المسلمين. فقال له السلطان نور الدين محمود: اسكت يا قطب، فإن قولك إساءة أدب على الله، فمن هو محمود؟ ومن كان يحفظ الدين والبلاد قبلي غير الله الذي لا إله إلا هو؟ وكان نور الدين على هيبته ورهبة الأمراء منه يكلم الناس العاديين ويستفهمهم ولا يحجبهم عن الدخول عليه، ويكشف مظالمهم وينصف المظلوم من الظالم، ولم يتكلم بكلمة فاحشة قط حتى في غضبه. ونور الدين هو الذي جهز الجيوش وأعدها لفتح القدس واستردادها، لكن أجله لم يسعفه، وتم ذلك على يد صلاح الدين الملك الناصر. وكان نور الدين زاهداً ورعاً يؤدي الصلاة في أوقاتها بالمسجد، كثير القيام بالليل، كثير الابتهال والتضرع، لا يفطر في رمضان إلا على طعام بسيط قد يعافه فقراء المسلمين. كتب إليه يوماً أحد أمرائه: إن المفسدين قد كثروا، وما بين أيدينا من الأحكام لا يردعهم، ومثل هذا الردع لا يجيء إلا بقتل أو صلب وضرب. فكتب إليه السلطان نور الدين على ظهر رسالته يقول: إن الله خلق الخلق وشرع لهم شريعة، وهو أعلم بما يصلحهم، ولو علم أن في الشريعة زيادة في المصلحة لشرعها لنا، فلا حاجة بنا إلى الزيادة على ما شرعه الله تعالى، فمن زاد فقد زعم أن الشريعة ناقصة، فهو يكملها بزيادته، وهذا من الجرأة على الله وعلى ما شرعه، والعقول المظلمة لا تهتدي، والله سبحانه يهدينا وإياك إلى صراط مستقيم. وعاتبه مرة أحد الصالحين على لعبه بالكرة والخيل، فقال له السلطان نور الدين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما أريد بذلك تمرين الخيل على الكر والفر، ونحن لا نترك الجهاد. وكانت زوجته عصمة الدين خاتون تكثر من قيام الليل، وتأنف مثله من الأبهة والثراء، نامت ليلة عن وردها فأصبحت غاضبة، فلما علم نور الدين بذلك أمر أن يضرب الحرس نوبة وقت السحر لإيقاظ النائم. وقد ورث نور الدين عن أبيه عماد الدين بن زنكي كثيرا من الصفات الفاضلة، وزاد عليها،
فقد كان أبوه مؤدباً سياسياً لبقاً وجندياً بارعاً وإدارياً ممتازاً، رؤوفاً برعيته، معنياً بمصالحهم، عادلاً في حكمه، وقد جعل كل همه طرد الفرنج، واطمأن الناس في عهده إلى مصالحهم وسلامتهم الشخصية، بعد أن أتى عليهم حين من الدهر عدموا فيه الثقة والأمن، وكان يشعر أن مسؤوليته عن رعاية شعبه ورفاهيته هي مسؤولية أمام الله أولاً وأخيراً. والسؤال بعد ذلك، من صنع هؤلاء وأمثالهم؟ ومن صاغ فكرهم وسلوكهم وهم في أعلى قمم المسؤولية والقيادة وفي ظروف شاقة مجهدة؟ فجاءوا على هذا النحو من الأمانة والورع والشجاعة والحزم والنجاح والتفوق على كثير من أقرانهم عبر العصور والأماكن والأجيال. يقيناً هو الإسلام، والفهم الصحيح الواضح للإسلام، والتطبيق السليم الراشد لتعاليم وشرع الإسلام على أنفسهم أولاً، ثم على من تحملوا أمانة ولايتهم دون تفرقة أو هوى أو طمع أو إتلاف. لم يكن نور الدين ولا أبوه عماد الدين ولا وزيره صلاح الدين عربياً في الأصل والمنشأ والنسب، ولكنهم مثل كثيرين من الأفذاذ الصالحين غيرهم دخلوا في دين الله أفراداً وأفواجاً، وفهموه وعقلوه، وصنعوا نسيج حياتهم اليومية على منواله ووفقاً لمقاييسه دون رياء أو ادعاء، فسعدوا وأسعدوا وسبقوا بالفضل، وأصبحوا من بعد حكاية تروى ونموذجا يحتذى وحجة ترد ادعاء المبطلين. والحمد لله رب العالمين.